مساء الخير مشاهدينا، أرحب فيكم معاي بحلقة جديدة من برنامجكم بالإمكان اللي يهتم بالتغذية الصحية السليمة للإنسان واللي تقي من الإصابة بالأمراض وأيضا تساعد على التعايش مع الأمراض المزمنة مثل السكر، ضغط الدم، ارتفاع الكوليسترول وغيرها من الأمراض. ونذكر هنا مساهمة تلفزيون الكويت بالتعاون مع إدارة التغذية وبرعاية حملة كان للوقاية من أمراض السرطانية. واليوم إن شاء الله راح يكون معاي بالحلقة الدكتور خالد الشرف، استشاري الجراحة العامة وجراحة الجهاز الهضمي والسمنة المفرطة والمناظير. مشاهدينا نطلع فاصل ونرجع نرحب بالدكتور خالد. مشاهدينا رجعنا معاكم، مثل ما قلت لكم ضيف اليوم بالاستوديو خالد، دكتور خالد الشرف، استشاري الجراحة العامة وجراحة الجهاز الهضمي والسمنة المفرطة والمناظير. مساء الخير دكتور. مساء الله بالخير. ارحب فيك معاي. والدكتور قاعد اشوف انا بالتعريفك السمنة المفرطة. دائما احنا نتكلم عن السمنة وقاعد نشوف، ما ادري اذا تحب تذكر احصائيات ولا الاحصائيات اصلا الناس كلها عارفتها، ان احنا من ثاني الدول بالسمنة. شو رايك بهالموضوع دكتور؟ بسم الله الرحمن الرحيم، أشكركم في الحقيقة على الاستضافة. ومثل ما تفضلتي طبعا، السمنة المفرطة في الحقيقة هي تعتبر من أمراض العصر، وللأسف الكويت ما هي بعيدة عن المرض هذا، فالكويت تكاد تكون الثانية تقريبا عالميا في معدلات السمنة والسمنة المفرطة. طبعا احنا ليش نميز بين السمنة المفرطة والسمنة؟ لأن عادة يتم تقسيم الإنسان حسب، في لها عدة طرق، ولكن أكثر طريقة متبعة اللي هي معدل كتلة الجسم، وهي عبارة عن الوزن بالكيلو تقسيم الطول بالمتر تربيع، واللي يطلع نسميه معدل كتلة الجسم، وعلى أساسه نقسم الناس. فهذا مثلا نقول وزنه طبيعي، هذا عنده زيادة وزن، هذا عنده سمنة بسيطة، هذا عنده سمنة مفرطة، وهذا عنده سمنة شديدة. طبعا السمنة المفرطة هي اللي تصاحبها الأمراض وتصاحبها المشاكل واللي يصير عليها الكلام. دكتور وايد تشوف أشخاص عندهم سمنة مفرطة، يعني كنا الحين قبل ما نطلع بالحلقة قاعدين نتناقش مع معدنا إبراهيم لضعيان، إنه يقول أنا يقولون الثانية الكويت على العالم، بس أنا ما أشوف وايد ناس عندهم سمنة بالكويت عكس رؤيتي أنا. أيه. أنا وايد أشوف إنه في ناس عندهم وايد وزن زايد. دكتور أنت شو تشوف؟ أنا في الحقيقة أتفق وياك، وهو يعني يبدو المعد الله يحفظه يمكن أنه مشغول وايد في العمل فما يطلع وايد. ممكن. ولكن أنت يكفي أنك تروحين تقعدين في أي مجمع تجاري، أي مول، تقعدين بس لمدة 10 دقائق وتشوفين عفوا الناس اللي مرون، وأنت اعملي إحصائية من نفسك يعني، فراح تشوفين أنه عدد أو أرقام الناس المصابة بالسمنة أمانة جدا كبيرة، بالذات عند فئة النساء. والأسوأ من ذلك أيضا السمنة عند صغار السن، عند الأطفال، وعند اللي احنا نسميهم الأدولوسنس والتينيجرز اللي هو من تحت سن 18 ومن تحت سن 12، معدل السمنة جدا مرتفع. صح. بس هو أحيانا الإنسان أيضا إذا تعودت عينه أن 80% تقريبا من المجتمع عنده سمنة، فيمكن بالنسبة له صار المنظر عادي. صحيح. ولكن أنا أتفق معك، يعني كمية الناس أمانة اللي عندها سمنة، الله يحفظ الكويت ويحفظ الناس اللي فيها، تعتبر جدا عالية. دكتور مثلا احنا دائما نقول الوزن المثالي، شلون انا اقدر احسب وزني المثالي او اعرف انه موضوع، يعني هل هذا الوزن مرغوب فيه؟ هل فقط عن طريق المعادلة اللي قلتها، المعدل كتلة الجسم، ولا انه ممكن الشخص على الميزان او على الشكل؟ يعني شلون ممكن أسهل طريقة هو أن الأشخاص يحسبون هذا الموضوع بالنسبة لهم؟ صح، في الحقيقة هي أسهل طريقة وأدق طريقة هي الطريقة الحسابية هذه. يعني لأن في طرق تكون معقدة اللي هو حساب مثلا يعني قطر الذراع، أو حساب الوسط، أو الخصر. في لها أكثر من طريقة، ولكن الطريقة اللي تكون علميا أكثر أدق عشان ما تعطيني انطباع خاطئ هي الوزن بالكيلو تقسيم الطول تربيع. وحتى في لها جداول، يعني مثلا اذا انت وزنك يعني كذا وطولك كذا، المفروض يكون الوزن بين المعدل هذا والمعدل هذا، وهي ترى جدا بسيطه. يعني اللي نفترض واحد وزنه 95 وطوله 165 سم، فراح يقسم 95 تقسيم 1.65 لكل تربيع، وبعدين راح يطلع معدل كتله الجسم. اذا طلعت القراءه بين 20
إلى 25 نقول الله وياك أنت وزنك اللي أنت سميتيه توم ساعة الوزن المرغوب. المرغوب. أو الديزايرد ويت. إذا طلعت من فوق 25 يعني من 26 إلى قبل 30 نسميها وزن زايد. مبدئيا صحيا ما في منها مخاطر. بس من توصل 30 إلى 35 نبدأ نسميها السمنة من النوع الأول أو السمنة البسيطة. وهذه تصاحبها أيضا بعض أنواع المخاطر الصحية مثلا السكر الكوليسترول إلى آخره. فوق 35 أو من عند 35 فما فوق نبدأ نسميها السمنة المفرطة. في بعض المرات دكتوري يسمونها السمنة القاتلة حتى يعني وصلت لهالمرحلة. صح. لأن في العديد من مثل ما قلت حضرتك المخاطر حتى في خطر دكتور وايد الناس ما يعني ما تحسب أو ما نتكلم عنه وايد اللي هو الاختناق وقت النوم. صح. اللي هي sleeping apnea اللي ما يقدرون يأخذون نفسهم فهذه وايد موجودة عند الناس لما يوصلون لهالمراحل. بالضبط. دكتور بعض الناس تستسهل عملية بالنسبة للوزن والطول يقولك أنا مثلا إذا طولي 180 80 زين 80 إيه. فهل هذا مقبول يعني مقبول مجازا؟ إلى حد ما إيه نعم. بس أنا بالنسبة لي أقول لهم لا 180 خلي يكون 75. صح. نكون إحنا إيه. بالسيف سايد هو لأنه في رينج يعني أنت مثلا عفوا لما يكون 75 وطوله 180 راح يكون هو في بداية 21 يعني معدل كتلة الجسم. صحيح. أو كذا اللي هي تعتبر أيضا يعني وزن طبيعي. إيه. 80 84 85 راح يكون أيضا وزن طبيعي بس معدل كتلة الجسم راح يكون محدود 24 و 25 فمثل ما تفضلتي مجازا قد تكون يعني الأرقام تغير. دكتور احنا دائما نقول مثلا السمنة المرضية هل هي نفس السمنة المفرطة يعني هل إذا الواحد وصل لمعدل كتلة الجسم اللي هو فوق 35 تكون هذه دخل بموضوع السمنة المفرطة هل هي هذه المرضية فقط ولا مثلا ممكن تكون بداية السمنة خلينا نقول المرحلة الأولى من السمنة وهم تكون تعتبر مرضية بالنسبة حلو لبعض الحالات حلو سؤال جميل هو طبعا الفرق في التسميات يعني هي السمنة أساسا المفروض الاسم الصحيح السمنة المرضية نعم لأن هي حتى عفوا بالمجاز الطبي أو باللغة الإنجليزية اسمها الموربيد أوبيسيتي الموربيد يعني شيء مرضي فهي المفروض اسمها السمنة المرضية. المرضية ليش تسمى السمنة المرضية أو أيضا احنا يعني هي ترجمت في العربي السمنة المفرطة لأن الإنسان إذا وصل إلى المعدل هذا يكون عرضة للإصابة بعدة أمراض مو أقل من 12 إلى 15 مرض بنسبة أكثر من بقية المجتمع اللي منها مثلا ارتفاع ضغط الدم سكر تصلب الشرايين جلطة بالمخ جلطة بالقلب مشاكل بالتنفس بعض أنواع السرطان العقم الموت المفاجئ ومثل ما ذكرتي السمنة المرضية أو السمنة المفرطة تعتبر أحد الأسباب الرئيسية فيما يسمى طبيا الموت المفاجئ ليش هو عفوا يصير الموت المفاجئ بعيد عن السامعين كلهم أن الإنسان بسبب السمنة هذه وقت النوم قد يكون عنده اختناق والاختناق هذا يزيد من نسبة ثاني أكسيد الكربون ويؤدي إلى حالة مثل الإغماء عند المريض ما يشعر فيها فيصير في نوع من الاختناق وتؤدي إلى الوفاة فمشاكل التنفس هذه اتفق أنا معاك تعتبر يعني جدا خطرة والإنسان اللي عنده سمنة وعنده مشاكل في التنفس معناه هو في الحقيقة لازم يأخذ خطوة إيجابية بعلاج السمنة لأن أنا يوني عفوا كثير من المرضى يقول دكتور أنا ما قمت أقدر أنام على السرير لازم أنام وأنا قاعد صحيح. لأني من أنام وأستلقي يصير فيني اختناق وما أقدر أتنفس وايد من مرضى السمنة الآن قام ينام على مثلا ثلاث مخدات أربع مخدات لأن لو نام على مخدة أو مخدتين أيضا راح تسبب له الاختناق هذا دكتور العديد يعني عن تجارب مع المراجعين احنا نشوفها دائما ان ما يعرفون يعني يقيمون هذه الحالة يعني خاصة مثلا خلينا نقول اذا كانوا شوية كبار بالعمر يعني مثلا 60 وما فوق او 65 يقول لا هذا الارق المصاحب لان الشخص لما شوي يكبر بالعمر يصير النوم عنده متقطع واذا كانوا سمنتهم زايدة هم يصابون بهالموضوع بس هو ياخذونه حتى الشخص نفسه او المحيطين فيه اهله المحيطين فيه انه تقطع بالنوم مو انه اختناق من عدم المقدره على التنفس بسبب السمنه صح هو طبعا كلامك صح هو المفروض طبعا الوعي الصحي عند الناس راح تخليهم ينتبهون اكثر لان الان في ايضا مختبرات يعني يقيسون نسبه الاختناق وقت النوم هذا او السليب ابنية اللي تفضلتي فيها الواحد ممكن يعمل لها فحص طبي بالمستشفى يشوف هل هذا المريض عنده سليب ابنية ولا ما عنده سليب ابنية اذا كان المريض مو مقتنع انه هو عنده مشكله
هو قطعا الناس المحيطة فيه لازم تلاحظ ولازم يعني توجه له النصح، ترى أنت قاعد تختنق بالليل، أنت قاعد يصير عندك شخير، قاعد يزيد صوت الشخير كأنه واحد مخنوق. ففي الأوضاع هذه لازم الواحد يأخذ يعني خطوة إيجابية، أن أنا أفحص أتأكد هل فعلا موجود عندي الاختناق أثناء النوم ولا لا، وإذا كان موجود شنو الطرق اللي أنا أقدر أعالجه فيها. صحيح دكتور، بالنسبة للسمنة هل هي تعتبر حالة أم مرض؟ حلو، السمنة سلمت الله في السابق كانوا يعتبرونها يعني ظاهرة، أن مثلا التجار الملوك أصحاب الوجاهة يكون هو مثلا يعني سمين عنده سمنة كنوع من الصحة الزايدة والعافية، فما كانوا يعتبرونها مرض، ولكن طبعا الدراسات بعدين أثبتت أن صحيا وطبيا الناس هذيلة مريضين اللي عندهم سمنة، فبالتالي اعتبروها كنوع من المرض يعني. فكانت أول تعتبر حالة أو حالة صحية، الآن لا تعتبر عبارة عن مرض. والمرض طبعا راح تتبع عدة أشياء، رقم واحد كون إن يعني مرض معناه لازم يكون له علاج، لازم أنا أعالجه. رقم اثنين مثلا في كثير من الدول كون إن الإنسان مريض معناه شركات التأمين لازم تدفع له قيمة علاج المرض هذا. طبعا للأسف الفكرة هذه مو موجودة إلى الآن عندنا بالكويت كشركات تأمين وهذا، ولكن يعني برا كون إن أنت مريض ومرضك عبارة عن سمنة مفرطة، فإن سواء كانت التأمين الاجتماعي أو التأمين الصحي أو شركات التأمين هي ملزمة أيضا في علاجك. فالسمنة الآن تعتبر مرض مثل ما قلنا من معدل كتلة الجسم 35 فما فوق، اللي هي السمنة المرضية أو السمنة المفرطة، هي مرض وتحتاج إلى علاج. دكتور حتى نشوف دائما أنت يعني الأطباء وأخصائيين تغذية لما ينصحون الناس إذا نزلت تقريبا 10% من الوزن وكان الشخص عنده مثلا سكر النوع الثاني، ارتفاع بدهون الدم أو الكوليسترول، كل هذا ينزل مع نزول وزن يعني القراءات. وفي بعض الأشخاص لما الحين إن شاء الله دكتور رح ندخل معاك بالعمليات جراحات السمنة، قاعد نشوف أنه صارت علاج لهذه الأمراض يعني. صح. بعض الأشخاص يختفي عندهم مرض. صح. السكر النوع الثاني. دكتور قبل لا ندخل الجراحات، لأن دائما إحنا أخصائيين تغذية مع أطباء جراحات السمنة عندنا مشاكل. صح. فموضتكم بس يعني نحاول إن نسوي الدور الأول يعني نخلي الواحد، الناس عندها فكرة خاطئة دكتور إن علاجات أو جراحات السمنة هي الحل الأمثل، الحل السريع اللي بعدين رح نرتاح فيه. صح. للأبد. إحنا كأخصائيين تغذية نقول لا، إن الحل الأمثل اللي هو نظام غذائي، تغيير نمط الحياة. صح. الصحي هذا اللي هو الحل الأمثل. فدكتور شلون نبتدي مثلا الحين يالك شخص أو وزنه خلينا نقول بداية السمنة أو حتى لو عنده سمنة مفرطة، شلون حضرتك تبتدي معه؟ اوكي، هو طبعا انا في الحقيقه كان ودي اعلق على النقطه اللي ذكرتيها مالت السكر وهذا، ولا تبي اعلق عليها دكتور؟ هو طبعا الكلام اللي تفضلتي فيه صحيح 100% علميا وطبيا وجراحيا موثق ان علاج السمنه المفرطه يعتبر علاج مثلا للسكر من النوع الثاني، بل اثبتت الدراسات ان 80% من الناس المصابين بالسكر من النوع الثاني إذا تم النزول في الوزن لنفترض عن طريق التدخل الجراحي، فإن 80% إما يتم فيه تحسن ملحوظ أو يتم فيه شفاء كامل، وهذا أيضا ينطبق إلى حد ما على ضغط الدم. علشان كذي طلع في شيء الآن في السبع ثمان سنين اللي فاتت اللي يسمونه الميتابوليك سيرجري، اللي هي الجراحة الأيضية، يعني الإنسان يجي معدل كتلة الجسم ما وصل سمنة مفرطة، قد يكون 30 أو 31 بس هذا الإنسان عنده سكر من النوع الثاني، وهذا ينصحونه بإجراء التدخل الجراحي. والهدف هنا من التدخل الجراحي هو ليس فقط لإنقاص الوزن، بل أن الهدف الأساسي هو لتحسين الوضع الفيزيولوجي داخل الجسم من حيث الدهون والكوليسترول والسكر وما شابه ذلك. فهذا كلام موثق وعلمي. للأسف الفكرة إلى الآن عندنا بوزارة الصحة مو واضحة، يعني لا زال فيها جدال، ونأمل أن الوزارة تأخذ يعني الاتجاه العلمي الصحيح أن في شيء اسمه الجراحة الأيضية، وإحنا حالنا حال العالم، لازم ما نتأخر في الموضوع هذا. صحيح. دكتور سؤالي عن موضوع الخلاف وشلون نبدأ مثلا، بس رح نجاوب عليه بعد ما نطلع فاصل. مشاهدينا فاصل ونرجع لكم.
رجعنا معاكم مشاهدينا، وسؤالي كان للدكتور خالد الشرف عن موضوع شلون نبتدي مع المرضى اللي عندهم سمنة مفرطة أو سمنة قبل لا يصير التدخل الجراحي. هو طبعا في الحقيقة من شروط التدخل الجراحي أن لما يجي المريض وناخذ التاريخ المرضي لازم يكون التأكد أنه طبعا أن السمنة صار لها فترة معينة من الزمن، يعني ما يكون تو عنده سمنة صار لها شهرين ثلاثة، احنا نسميها long standing obesity، انه لازم عنده سمنة صار لها فترة من الزمن. رقم اثنين، لازم يكون الشخص هذا حاول محاولات جدية متكررة لإنقاص الوزن، اما عن طريق الحمية الغذائية، اما عن طريق علاج اخصائي التغذية، عن طريق الأندية الصحية يعني للنزول في الوزن. فلازم يكون ان الشخص هذا او اللي عنده سمنة عمل مجهود واضح في إنقاص الوزن. طبعا إذا ما قدر فيه يعني مرات كثيرة أمانة احنا نحس ان المريض هذا محتاج الى قد تكون نصائح، قد ما يحتاج الى تدخل جراحي في الوقت الحالي، فنرجع المريض الى عيادة التغذية، ان انت ممكن لما تقعد مع عيادة التغذية وتمشي بنظام معين خلال 3 أو 6 أشهر ممكن انت توصل الى نتائج إيجابية ايضا. ولكن طبعا إذا فشل الشخص هذا في النزول بالوزن بالرغم من المحاولات هذه، ذيك ساعة احنا نقول له اوكي انت الان يعني دش تحت باب مثلا خلينا نقول التدخل الجراحي لعلاج السمنة المفرطة. هو لازم يعني المختصر انه لازم الواحد يكون جرب مو على طول، يعني مو على طول يروح للتدخل الجراحي. اصلا يعني حتى نجاح التدخل الجراحي هو مو بس يعني العملية نفسها، لأن كل عملية فيها نسبة فشل، وهذا يبين أن هذا الشخص إذا ما كان عنده التزام، ما كان عنده يعني متابعة، ما كان عنده استشارة أيضا حق عيادات التغذية، يمكن حتى تدخل الجراحي ما يؤدي للنتائج اللي هو يبيها. دكتور ما أدري، أنا أحس أن لما يكون الشخص مثلا ماشي على نظام غذائي خلينا نقول لمدة على الأقل شهر قبل لا يدخل عملية الجراحات السمنة، أعتقد أنه يلتزم أكثر من بعد، لأنه يكون شوية غير من أسلوب حياته، غير من أنواع الأكل اللي هو قاعد يأكلها، غير الأشخاص اللي مثلا حتى لو هو كان يعني استخدم أكثر من نظام غذائي ورياضة وبعدين ترك ورد دخل يعني بعملية جراحية، يمكن بعدها دكتور من الصعب عليه أنه يعني مثل ما تقول يأقلم نفسه على أن كميات جدا قليلة، أكل معين، يعني نوع الأكل، كثافة الأكل أنه يتغير. فيفترض أن هذا الموضوع يصير، يعني أنه يمشي على نظام غذائي قبل العملية الجراحية لي يعني تحضير نفسه التحضير صح. لما بعد العملية. أوكي. هذا من أهم الأشياء اللي كلام أيضا صحيح، وهي طبعا في الحقيقة هي ثقافة مجتمع. يعني احنا عندنا هالثقافة دكتور للأسف ولا؟ لا مو موجودة. يعني احنا أحيانا كثيرا نقول حق المريض خاصة اللي عنده السمنة الشديدة، يعني مو بس السمنة المفرطة، نقول له أنت لو نزلت وزنك على الأقل 10 كيلو و15 كيلو قبل العملية راح نكسب شغلتين. الشغلة الأولى أن حجم الكبد راح يصغر، وبالتالي أنت راح تسهل العملية فنيا على الجراح. ورغم اثنين أن أنت حتى فترة النقاهة عندك فيما بعد العملية كل ما قل الوزن كل ما كانت أسرع. بس مثل ما قلت لك أحيانا تكون للأسف ثقافة مجتمع يعني ما يلتزم فيها، وكعيادة ولا كدكتور أو كذا ما في آلية أن أنت تتابع المريض. في بعض العيادات في أوروبا مثلا المريض حتى بعد العملية إذا جاء والوزن مو نازل عن الزيارة السابقة ما يستقبل الدكتور، يقول له في خلل عندك خاصة هذه مع يعني عمليات التحزيم مثلا لحلقة المعدة، يقول له معناه أنت عندك خلل في طريقة الأكل، لازم تروح حق عيادة التغذية يعلمونك طريقة الأكل وتراويني فعليا أن أنت وزنك قاعد ينزل. فهذه الثقافة مثل ما قلت للأسف مو موجودة هني بالصورة هذه. دكتور شنو الخيارات المطروحة مالت يعني الحين أكثر شيء أنه احنا عندنا اكثر من نوع عمليه جراحيه لجراحه السمنه، شنو هما اكثر العمليات اللي الحين يعني قاعدين الجراحات سمنه او حضرتك قاعده تمارسها على المرضى اللي عندهم سمنه مفرطه؟ حلو. هو طبعا في الحقيقه احنا ايضا لازم نذكر ان 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 الكويت هي سباقه في الحقيقه في جراحات السمنه، لما نقارنها طبعا في دول المنطقه. من 1996 تقريبا احنا بدأنا عمليات السمنة، أيامها كان عمليات تدبيس المعدة كنا نعملها مستشفى مبارك. بال99 دخلت عملية تحزيم المعدة اللي هي حلقة المعدة. في بداية الألفينيات 2003 2004
جت عملية تحويل مجرى الأمعاء فكانت تأخذ نصيب الأسد كنتائج إيجابية لها. صحيح. بال 2007-2008 دخلت عملية التكميم، فيعني باللون المعدة أيضا موجود. فإحنا في الحقيقة في المنطقة أو في الكويت عندنا السبق أيضا في يعني جراحة السمنة على مستوى المنطقة. عملية التكميم طبعا في الوقت الحالي لا زالت هي تأخذ خلينا نقول نصيب الأسد، أو أن أكثر ناس من المرضى يطلبون عملية التكميم، أولا لأنها فنيا تعتبر عملية يعني بسيطة ما هي معقدة، رغم اثنين نتائجها إيجابية واضحة وملموسة وملحوظة، ورغم ثلاثة نسبة الفشل فيها تعتبر قليلة لو قارناها مثلا في تدخلات جراحية أخرى مثل تحزيم المعدة اللي هي حلقة المعدة. ما أدري إذا حابة أشرح تفصيل أكثر عن التكميم مثلا. وعندنا دكتور فيديو ممكن راح نشوفه خلال عملية الشرح. أي طبعا يعني تكميم المعدة الفكرة اللي فيها يعني تقريبا هذا شكل المعدة عند الإنسان، المريء، المعدة والاثنى عشر. التكميم الفكرة اللي فيه أنه يتم تدبيس المعدة مع الخط هذا العمودي، بحيث أنه بعد العملية يتم استئصال تقريبا الجزء هذا من المعدة، واللي تبقى هو الشكل الطولي هذا حق المعدة. ومن هنا جت التسمية، لأن شكل المعدة صار مثل كم الملابس، علشان كذي يعني سمية تكميم المعدة. الجزء هذا اللي تم استئصاله هو الجزء اللي تتمركز فيه مراكز الجوع. فالمفروض أن عقب العملية طبعا معظم المرضى تقل عنده الشراهة في الأكل والبحث عن الأكل، فهذه تساعد الإنسان أنه ما يحس بالجوع كثير. والفائدة الثانية أن معدتي أصبحت مثل الأنبوبة، وبالتالي أنا أيضا ما أقدر آكل وايد يعني. طبعا هذه مثل ما قلت الآن تعتبر من أكثر العمليات انتشار، حتى مخاطر العملية هذه تعتبر قليلة في الأدب الطبي، أقل من 0.5%، يعني تقريبا من كل 200 مريض ممكن مريض واحد لا قدر الله يصير عنده التسريب أو النزيف من مكان الدباس نفسه. ويعتمد طبعا حسب يعني تشخيص الحالة، هل يحتاج إلى تدخل جراحي آخر أو إجراء آخر للسيطرة على التسريب مثلا أو على النزيف. فالتكميم تعتبر هي الآن أكثر شيء انتشار. عملية التحزيم تعتبر عملية قديمة اللي هي حلقة المعدة، كانت منتشرة مثل ما قلت، هي بدأت بال99 2000 2001، انتشرت أكثر شيء بالكويت، بعدين صار عليها عدم إقبال. الآن رجعت في الثلاث سنوات الأخيرة، خاصة حق الناس مثلا اللي عنده تخوف من التكميم، أو يقول أنا ما بي أي قطع، ما بي أي تدبيس، ما بي أي شيء حق المعدة، رجعت عملية التحزيم. عملية التحزيم ما تعتبر عملية يعني سيئة، بالعكس هي عملية جيدة، عملية جدا بسيطة اللي هي فيها شيء اللي احنا نسميه اللي هي حلقة المعدة أو حزام المعدة، اللي تم وضعه وقت العملية على رأس المعدة بالطريقة هذه، فأكون أنا كأني أفصل المعدة إلى الجزء العلوي اللي فوق الصغير والجزء السفلي اللي تحت. فالواحد أول ما يأكل أكل يتمركز بالجزء اللي فوق. الآن اللي يأكل بسرعة، اللي عاداته الغذائية سيئة أنه يأكل بسرعة، راح يحس بصعوبة ونوع من القصة فيضطر يوقف. اللي ما يمضغ الأكل زين، الأكل ما يعدي بسهولة من خلال الحزام، فممكن أيضا يحس في القصة. فمع الوقت يبدأ يتعلم المريض عادات غذائية جيدة، أن أنا أكل بطيء، أمضغ زين إلى آخره. طبعا في ميزات إيجابية بالتحزيم، أن أنا أقدر أشيل الحزام بعد سنة، بعد 5 سنين، بعد 10 سنين، ما له مدة معينة. والحزام أيضا في آلية أن أنا أقدر أضيق الحزام القطر أو أرخيه عن طريق شيء اسمه المخزن، اللي يكون محطوط أيضا تحت الجلد بس ما يبين. يعني العيب الوحيد نقدر نقول في التحزيم أن نسبة الفشل عالية. يعني لو جبت 100 مريض اليوم سووا العملية وتابعتهم بعد 2 أو 3 سنين، ممكن ألقى 30 وقد توصل النسبة إلى 40 واحد يرد يزيد وزنهم مرة ثانية، وهذيلا معظمهم عندهم عادات غذائية سيئة اللي هو الحلو، النشويات، الباستا، الأمور هذه، وهذه الأمور كلها تعدي بسهولة من خلال الحزام. صحيح. وبعدين المريض ما يبدأ ينزل وزنه. بس هي طبعا كعملية مثل ما قلت تعتبر عملية بسيطة، ما فيها ولله الحمد يعني مخاطر كثيرة. يعني دكتورة، هي الفشل مو بسبب العملية، هي الفشل عادات الغذائية. أنا إذا أسوي عملية حتى التكميم فيها نسبة 15. دكتورة، التكميم عندي كان سؤال، إن في بعض المرات يكون ترد تتوسع المعدة. صح. مرة ثانية بعد كثر تقريبا دكتور، وشنو السبب؟ هو عادة النزول في الوزن في عمليات التكميم في من 6 إلى 9 شهور، حد أقصى تقريبا إلى سنة. وقليل يظل ينزل عقب السنة. خلال سنة أو سنتين المعدة تبدأ تتوسع شوي، هذا شيء طبيعي. لأن المعدة تعتبر عضلة، والعضلة مطاطية. فمع الوقت تأخذ حاصل شوي، بس طبعا ما ترد إلى نفس حجمها القديم.
وتوسع المعدة مثل ما قلنا هو نتيجة أن هي مطاطية ونتيجة الأكل وكذا، وهذا اللي يخلي الناس عقب يعني سنة ونص أو سنتين كمية الأكل اللي يقدر يأكلها أكثر من الكمية اللي كانت موجودة أول سنة. بس طبعا مو توسع المعدة هو اللي يخلي الوزن يرد يزيد مرة ثانية، أيضا العادات الغذائية سيئة. احنا عندنا تقريبا في التكميم من كل 100 شخص يسوون التكميم بعد سنتين تقريبا 15% يرد يزيد وزنهم مرة ثانية، وهذه قد يحتاجون لتدخل جراحي آخر. وسبب الزيادة مثل ما قلت عادة هي عادات غذائية سيئة. دكتور رح نطلع فاصل ونرجع أعتقد للبالون ولا أوكي. في شيء نبي نكمله على التكميم أو التكميم؟ لا يعني لو افتكرنا شيء ممكن راح يكون خلال مشاهدينا. فاصل صغير ونتكلم عن البالون، بالون المعدة. فاصل ونرجع لكم. رجعنا معاكم مشاهدينا ومع دكتور خالد الشرف، والحين رح نتكلم عن عملية البالون. دكتور ممكن هي دكتور انا اعتقد عمليه البالون كانت من اول العمليات اللي نعم. اللي بدأ بس ما كان شكلها صح بهالشكل صح. نتكلم عنها دكتور ان شاء الله. البالون طبعا فكرتها مثل ما تفضلت يمكن من 99 ايضا يعني كانت موجوده ويمكن حتى من قبل. والبالون وهذا النوع لا زال موجود، عباره عن بالون من ماده السيليكون يتم تركيبه مع البنج العام. نعم. ويتم ملأ بسائل يعني ينترس ماي وحجمه تقريبا 600 سنتيمتر مكعب وينترك داخل المعدة. وفكرة البالون ان انا اخذ حيز فراغي، ان انا اخذ حيز من المعدة بحيث لو كنت انا متعود اول اكل لنفترض يعني صمونتين او ثلاث صمونات، عقب البالون المفروض اكل صمونة او صمونة ونص. التكنولوجيا الجديدة او التغيير اللي صار في البالون هو كنوع اخر من انواع البالون اللي الان يسمونه الكبسولة. وسبب تسميته الكبسولة لأنه فعلا مثل الكبسولة يبلعها المريض مع غلاس ماي بدون بنج بدون أي شيء في قسم الأشعة. وأول ما تنزل الكبسولة هذه وتوصل إلى المعدة عن طريق جهاز خاص يتم نفخ الكبسولة في غاز النيتروجين، وبعدين راح تصير تقريبا بالحجم هذا اللي هي تقريبا 250 سنتيمتر مكعب. الكبسولة لأن فيها غاز أو البالون فتعتبر أخف من البالون القديمة، لأن حجمها صغير يحتاج الشخص إلى بالونة ثانية يعني واحدة عادة ما تكون كافية. أوكي. فالمفروض عقب أسبوع أو عشرة أيام يتم تركيب بالونة ثانية وينتركون هذي لمدة على الأقل 3 شهور كحد أقصى عفوا أنه 3 شهور. ومعدل النزول في البالونة هذه أو الكبسولة بين 12 و14 كيلو. في ناس تنزل أكثر بس أيضا في المقابل في ناس تنزل أقل من 12 وفي ناس يمكن ما تنزل ولا كيلو. هذه حقيقة ثابتة سواء في البالون الكبسولة أو البالون القديم السيليكون. ليش دكتور؟ هو طبعا لعدة أسباب. السبب الرئيسي عادات غذائية سيئة، أن أنا حتى لما أكل وايد بس أقعد أركز على الحلو فراح يعطيني طاقة فما راح ينزل وزن. سبب ثاني احيانا ما نقدر نلوم المريض في وايد، ان تاقلم معدتي انا حق البالون يفرق من شخص الى شخص. وهذه كنا نشوفها خاصه في البالون القديم، ان اي واحد مركب البالون من 4 أشهر يقول دكتور ما قمت احس في البالون كانه مو موجود. دكتور ما في احساس، اول ما كنت اقدر اكل الان قمت اكل وايد. مع ان البالون موجود بس خلاص الانسان المعده تاقلم على وجود البالون. فما عاد لذاك التاثير مثل ما اول ما يركب البالون. فيكون مثلا هو في النهايه يكون نزل 8-10 كيلو، على ما تأتي فترة إزالة البالون يكون أن رجع مرة ثانية نرجعهم مرة ثانية. نعم. دكتور يعني هي موضوع عدم الإحساس، هل هو خلاص الشبع يصير عنده يعني ما يكتفي بالأكل ولا نفسيا؟ لأن أوردي موجود هو البالون أوردي موجود. ومعظم المرضى تقريبا كلهم أول ما يركب البالون يسبب لهم نوع من المضايقة وكرامة استفراغ إلى آخره، وهذه ساعات تأخذ أسبوع. بعض المرضى ما يتحملون البالون فيشيلونه خلال أسبوع أو 10 أيام، عددهم قليل. بس أنا أتوقع أن بعد ما تعدي فترة خلينا نقول 2 شهر أو البالون القديم 3-4 أشهر الشخص نفسه يعني تأقلم على وجود البالون وكمية الأكل قامت تزيد. وكون أن المعدة فيها يعني قابلية المطاطية فهو قاعد يأكل زيادة مو قاعد يحس بشعور الغثيان أو الشبع أو أنه أو أن أنا ما أكل وايد. وهي أيضا هم ترجع إلى عادات غذائية. يعني المفروض إحنا دائما نقول أن يحط البالون، لأن البالون إجراء مؤقت، فالمفروض أنت عشان تأخذ أفضل نتيجة للبالون
الفترة اللي انت حاط فيها البالون سواء كانت 3 أشهر أو 6 أشهر امش أيضا مع نظام غذائي صحيح. عشان يساعدك بدل لا أنزل 10 كيلو خلنا ننزل 15. صحيح. احنا مجتمعنا دكتور ما يبي يلتزم بنظام غذائي ايه عشان كذي ايه موضوع ايه ان نبي كل الحلول السريعة والأكل يغري يعني ايه الأكل ايه وايد يغري لأن ايه دكتور حياتنا كلها الحياة صح. الاجتماعية العمل كل شيء لازم يكون في موضوع الأكل موجود صح. فهي شوية المعادلة وايد صعبة صح. من هالشغلة دكتور منو اللي يختار العملية؟ يعني أنت مثلاً تيجي لك المريضة أو المريض وتفحصهم وتقرر أنه لازم يسوون عملية جراحية على أساس أنه يتخلصون من السمنة، أنت تقرر ولا المريض يكون جاي لك بأفكاره اللي يبي مثلاً هالنوع من العمليات؟ حلو، في الحقيقة هذا السؤال يعني وايد جميل. طبعاً الآن ما شاء الله معظم المرضى عندهم ثقافة الاطلاع على أنواع العمليات وشنو العملية ويدشون على النت ويدشون على المنتديات، فيكون المريض جاي عارف كل عملية إيجابياتها وسلبياتها إلى آخره. دائماً أنا أعطي مجال حق المريض أنه يختار العملية اللي يبيها، الدكتور اللي عليه أنه يشرح العمليات هذه كلها حق المريض بمنتهى الشفافية إيجابياتها وسلبياتها. إذا كان قرار المريض قرار خاطئ هنا إحنا نقول ترى حق المريض أنت قرارك خاطئ. يعني ساعات يجيني أحد مثلا كان أذكر عندي مريضة وزنها يمكن 130 ما شاء الله وتبي البالون، طبعا البالون مو معمول حق الناس اللي وزنها 130، ولكن أوكي إحنا نحترم وجهة النظر لأن دائما اللي إحنا ملاحظينه نجاح العملية يعتمد أن الشخص اللي مسويه مقتنع فيها. صحيح. لو كان إنسان جاي يبي التكميم وأقنعته أنا بالتحزيم ممكن بكل سهولة التحزيم راح يبشر راح يقول لي دكتور ترى كله منك، أنا قلت لك أبي تكميم وأنت سويت تحزيم، والعكس صحيح. فإحنا نعطي للمريض مجال للاختيار إذا كان اختياره غير خاطئ. يعني هذه اللي تبي البالون وزنها 130 ترى يا أختي الفاضلة أنت هذا الاختيار هو غير صحيح، أنت مفروض تعملين أي نوع آخر من التدخل الجراحي، ولكن يظل مو خطأ أن أنا أسوي البالون. بس هني على الأقل المريض يكون يعني عارف أن قراره ما كان قرار يعني صحيح. احيانا ما نمشي على اختيار المريض، قد المريض قد ما يكون وصل الى الاوزان يعني السمنه المفرطه او يعني يكون في بدايه السمنه المفرطه، وقد يكون اختياره مثلا يبي عمليه تحويل مجرى الامعاء مثلا وما في عنده سكر ما في عنده ضغط ما في عنده امراض مصاحبه حق السمنه. فهني اذا الدكتور حس ان لا العمليه هذه ما تنطبق عليك نقول له بمنتهى الصراحه العملية هذه ما تنطبق عليك. اليوم كلمتني واحدة قبل لا الاستوديو على التليفون كذا كذا دكتورة، أنا دقيت على المكان الفلاني ما أعرف إيش الدكتور قال لي أسوي لك عمل تحويل مجرى الأمعاء. قلت له أنت حسب المعطيات اللي أعطيتيني إياها ما يصير أصلاً تسوي عملية تحويل مجرى الأمعاء. فبالتالي إحنا نعطي جانب للحرية حق المريض بالاختيار، بس إنه ما يشط أو إنه يكون اختياره خاطئ طبياً وعلمياً. دكتور يعني احنا دائما ما ادري احس ان عندنا يعني يمكن كل الدول العربيه وعندنا بالكويت ما وصلنا الى موضوع مجال التوعيه للمريض قبل ما يدخل العمليه. دكتور كونك انت بهالمجال شنو المفروض يصير يعني واحنا ما قاعد يصير عندنا؟ والله شوفي انا يعني مرت علي تجربة قديمة أيام ما كنت أنا يعني أكمل دراستي في السويد، وهناك تقريبا أنا بدأت اللي هي يعني عمليات السمنة. فكان طبعا المرضى اللي يبون عمليات السمنة ينعمل لهم نوع من الكونسلينج، يعني مثل يعني غرفة مثل غرفة المحاضرات يجون فيها 5-6-7 مرضى، ناس تبي تسوي العملية وناس أوريدي مسوية العملية، يتم شرح العملية لهم بوضوح، تسمعين وجهة يعني وجهة النظر، المرضى يبدون يتكلمون مع بعض يسألون بعض اللي مسوي العملية شنو الأشياء اللي واجهتك شنو الأشياء الصعبة اللي أنت يعني اللي قاعد تواجهك. وأيضا بالإضافة إلى ذلك معظم المرضى يتم تحويلهم على خلينا نقول الأخصائي النفسي، يعني كون أن أنا أحول مريض حق أخصائي نفسي هذا ما يعني أنه هو عنده اضطراب نفسي، بس هو في ناس متخصصة نفسية متخصصة أيضا في السمنة. فإحنا للأسف أيضا الشغلة هذه مو موجودة عندنا. صحيح. رقم واحد الناس ما ترضى أن الناس الثانية تدري أنهم سوي عملية. يعني لدرجة أحيانا بعض الأخوات تكون تسوي عملية يمكن زوجها ما يدري.
أهلها ما يدرون. إذن ليش دكتور أنا يعني أستغرب من هال يعني إيه؟ إنه يعني هذا كأن الواحد مسوي نظام غذائي يعني خلينا نعم نقول إنه إيه؟ ما يفرق. يمكن يلا تشجيع يعني صحيح. أنا لما نسوي عملية والناس اللي حوالي تدري راح تشجعني أكيد. بس هو للأسف يعني أيضا عندنا إحنا كثقافة هني يعني بالكويت إنه يعني دائما في انتقادات على كل شيء. فيمكن هو يعني لسد باب النش حقه سويته ومدري شنو فلان قال وفلان كان قالت وهذا كذا وهذا كذا. فالتدخلات أحيانا في شؤون الناس الشخصية تخلي الواحد يقول لك لا أنا ما راح أقول عشان وبعدين في ناس تخاف من العين وفي ناس تخاف من كذا وكذا. فلهذا السبب إحنا الكونسلنج هذا مو موجود عندنا. يعني المفروض المرضى قبل يسوون العملية يقعدون مع بعض يتكلمون. المريض اللي محتاج يعني رعاية نفسية أو يقعد مع أخصائي سمنة نفساني لأن هذه كلها راح تأثر على نتائج العملية. صحيح. إن أنا راح ينزل وزني ما راح ينزل وزني شنو عاداتي الغذائية إلى آخره. هذه للأسف لا زالت ناقصة عندنا ويعني احنا قادرين في الحقيقة ان يعني نوصل لها الى حل مناسب حق الناس كلهم. في اشياء يعني لها علاقة في حضارتنا او خلينا نقول بالكلتشر مالتنا الثقافة مالتنا. يعني ما نقدر نقعد فلان مع فلان وهذا يتكلم وهذا يعني في بعض الحدودية تكون موجودة. دكتور أنا بهالمجال يعني في بعض الدراسات اللي تتكلم عن هالموضوع خاصة هم وايد يركزون بدول يعني الأوروبية أو بأمريكا على موضوع الجانب النفسي لأنه ممكن يصير فيها اضطراب غذائي من بعد العملية بنج إيتينج هذه كلها هالاضطرابات. لكن من الدراسات اللي سووها لقوا أن معظم المرضى ويمكن دكتور هذا يمكن أنت تشوفه لما يخلصون العملية ويونك مثلا بعد 6 شهور أنه ما يكون عندهم دراية إيش كثر رح ينزلون بعد العملية. يعني يكون عندهم يعني مسكونسبشن بموضوع أنه أنا ممكن أنزل يحط لك 50 كيلو 70 كيلو وهو ما رح ينزل بهالسبب. دكتور تواجه هذا الموضوع يردون لك المرضى يقولون لك العملية غلط ولا ما نفعت معي؟ هو صح بس أنا في الحقيقة يعني دائما نبهنا المرضى من قبل العملية. وفي ناس طبعا تسأل دكتور إيش كثر راح أنزل؟ فدائما أنا أقول له أنت النزول يعني في ناس مثل ما تفضلت يعني نقول أبنزل 50 أو 60 كيلو. فأنا دائما أقول لهم علميا النزول هو نسبة مئوية من الوزن الزايد. وعادة التارجت لكل العمليات هو 60 ما يتعدى 60%. اي نعم. مثل عملية التحزيم وكذا 60% من الوزن الزايد. ممكن توصل إلى 70% من الوزن الزايد. بس من الصعب جدا أن أنا أسوي عملية سواء كانت تكميم أو تحويل أمعاء ويكون الهدف الأساسي عندي نزول 100% من الوزن الزايد. هذه أمانة وايد صعبة طبعا قد تحصل ولكن فيها صعوبة. فدائما احنا ننبه المرضى ان ترى انت ما راح خاصه اذا كان المريض عنده خلينا نقول اوزان ثقيله وطالب عمليه نتائجها محدوده. يعني مريض وزنه 140 130 120 ويبي يسوي التحزيم. فدائما انا اقول له ترى التحزيم عمليه مو حق الاوزان هذه ولكن اذا انت تبي تسويها لازم تحط في بالك ان انت يمكن ما تنزل وايد يمكن تنزل مثلا 20 كيلو بس ويوقف الوزن. فهذه ايضا مثل ما قلت يعني هذه دائما تي لو كان في نوع من الكونسلينج القعده مع المرضى الكلام. زين دكتور بعد العمليه وايد من المرضى اللي عندك يعني هذه انا ودي ان تجارب شخصيه وايد من المرضى اللي عندك يردون يراجعون مثلا اقصد لك بعد 6 شهور 8 شهور يردون لك مره ثانيه ولا مثلا فترة معينة وبعدين ممكن أنه يختفي المريض؟ أي نعم للأسف عندنا بالكويت ظاهرة الاختفاء واردة. أنا ما في أي مشكلة أن المريض يختفي عقب سنة من العملية بس اللي أحيانا يحز بالنفس أن مريض يسوي عملية وبعضهم يمكن هي أول زيارة عشان يشيل الغرز أو اللزاق وكذا ويختفي تي عقب سنة عقب سنة الدكتور أنا دايخة مدري شنو. طب أخذت علاج؟ لا. أخذت فيتامين؟ لا. سويت فحص دم؟ لا. ليش ما جيت العيادة؟ والله لهيت ويهال وامتحانات ومدري شنو وأدام وما أقدر أطلع. فللأسف إحنا عندنا ظاهرة جدا سيئة هي عدم المتابعة. إحنا دائما نقول لهم يا جماعة أول سنة عقب العملية هي أهم سنة خاصة في عمليات مثل التكميم أو تحويل الأمعاء لأنها تحتاج متابعة وتحتاج فحوصات دم دورية. يعني صحيح. لازم كل 3 أشهر عندي شغلات معينة لازم أفحصها أشيك الحديد أشيك إلى آخره.
بس للأسف بعض الناس ما تي دكتور لأني زينة أو دكتور ما حسيت بشيء. دكتور عشان كذي نشوف إنه وايد نسبة عالية، يعني ما بأقول نسبة لأن إحنا نشوفهم كأشخاص. تعرف إن هالشخص مسوي عملية جراحات سمنة لأن تشوف عنده شحوب بالوي، تحس الأشخاص شوية كبروا، حتى المشية تتغير، إرهاق، يعني مثلا يمشي من هني لهني تحس إن عنده اللهثة، يعني مو النشاط اللي مثلا ممكن يكون على شاب عمره 30-35 سنة. فهل هي لقلة المتابعة أو لعدم مثلا أخذ الفيتامينات والمعادن والسبليمنتس اللي أنتوا تقولونها؟ هو طبعا الهدف من التدخل الجراحي النهائي ان انا اطلع الانسان هذا اللي عنده سمنه مرضيه انه يصير انسان عادي. وغير مقبول عندنا طبعا طبيا ان الانسان بعد العمليه يصير انسان مريض. الحالات اللي تفضلتي فيها ما تعتبر الاغلبيه، اكثر الناس اللي يصير عنده شحوب هو اللي ما يراجع. لان نسبه الحديد خاصه عند النساء تنزل، فانا جتني مريضه مره نسبه الحديد واصله 1، يعني ماكو شيء، فهذه اكيد بيصير فيها شحوب، اكيد راح تدوخ، اكيد حيكون في تساقط في الشعر. فعلشان كذي احنا ناكد المتابعه وايد ضروريه، وقد تكون اهميه المتابعه نفس اهميه العمليه. الان الاشخاص اللي تشوفين عنده يصير التعب مثلا، هذيل عاده اول 6 أشهر من العمليه. اول 6 شهور الى 9 شهور من العمليه الجسم يتحول الى حاله اللي احنا نسميها الكاتابوليك، اللي هي حاله الهدم. ان انا عندي دهن وايد والجسم قاعد يكسر الدهن هذا، فممكن الواحد يحس بنوع من التعب شويه، نوع من الخمول، ولكن هذا يكون مؤقت، المفروض ما يتعدى اكثر خلينا نقول من 6 شهور. ولكن حتى خلال 6 شهور مو معنى ان هذا الانسان يكون طايح على السرير، مو معنى ان هذا الانسان ما يقدر يروح، لا، المفروض خلال اسبوع او من العمليه او اسبوعين الانسان يحاول يرد الى عاداته الاجتماعية والوظيفية، يروح الدوام، يداوم، يروح الجامعة، تشتغل إلى آخره، عشان أيضا ما يحس بالخمول هذا. المرضى كلهم من عقب شهر من العملية يحتاجون إلى ملتي فيتامينز، يعني قليل من المرضى اللي يحتاج البروتين. عادة إحنا روتينيا ما نعطيهم البروتين إلا إذا صار فيه نزول في البروتين، بس كملتي فيتامينز، لأن الفيتامينز هذه أيضا فيها شغلات المعادن النادرة، زنك وخرسين ومغنيسيوم، فهذا الإنسان يحتاجها خاصة أول سنة عقب العملية. فهو المتابعة الجيدة تخلي الإنسان تحسين أن شكله غير مريض. ولكن طبعا إحنا لازم نحط في بالنا أن لما يجي واحد يكون وزنه 150 أو 180 وسوى عملية وصار وزنه 100، يعني بعض المرضى يقط 70-80 كيلو، إحنا متعودين على شكله بشكل معين. فلما أجي وأشوفه نازل 60 كيلو، أخ شو فيك عسى ما شر، ليش؟ يعني يكون عنده ترهل الوجه شوية، ما يعني أنه فيزيولوجيا مريض أو كذا. فإحنا لازم يعني أيضا الواحد يميز يعني إحنا بأشياء نشوفها ويكون تقريبا شوية الدكتور أخطاء شائعة بين الناس، وعلى طول يقولون لك هذا مسوي تكميم فهو تعبان، يعني هذه الأخطاء الشائعة اللي إحنا شوية نبي نوصلها للناس إنه لا مو هذا الموضوع. دكتور رح نطلع فاصل ونرجع مشاهدينا فاصل وراجعين لكم. رجعنا معاكم مشاهدينا، والحين أنا عندي بعض الأسئلة اللي أخذناها من الناس دكتور، الناس العاديين وعندهم بعض أسئلة، بس الظاهر دكتور يمكن لأن إحنا عندنا ظاهرة السمنة الوسطية أو خلينا نقولها بالعامية الكرش. أوكي. فأغلب الأسئلة اللي جتنا عن الكرش. أوكي. للأسف صراحة. في أحد الأسئلة يقول دكتور إن الدهون المتراكمة حول البطن، هل هذه تكون تعتبر سمنة؟ بالضروري إني أعتبرها سمنة؟ أوكي. هو طبعا البطن أيضا الدهون المتراكمة حول البطن في نوعين، في الدهون اللي داخل البطن اللي عفوا تعتبر داخل الكرش، وهذه الدهون تكون بين الأحشاء أو على الكبد وعلى كذا، هذه تعتبر من السمنة، يعني من الأنواع الخطرة حق السمنة، لأن هي أحد مسببات السكري مثلا. الآن إذا المقصود هي الدهون فقط اللي تحت الجلدة، هذه عادة يعني أحيانا تكون يعني ما تكون كثيرة عند الناس اللي ما عنده سمنة، يعني يكون ما عنده سمنة مفرطة بس يكون عنده يعني شوية الكرش مليان. هذه ما منها خوف وايد مثل السمنة اللي تكون داخل البطن. إنزين دكتور شو ممكن نقيمها؟ يعني مثلا الحين يالك شخص عنده وزنه طبيعي، يعني الوزن مثل ما قلنا المرغوب،
وعند الكرش، يعني عند نسبة التراكم الدهون أو مثلا مكان تراكم الدهون بالكرش، هل تعتبر هذه السمنة الدهون تكون داخلية اللي هي الفيسرال فات ولا مو شرط؟ هو طبعا عشان الدهون تترسب برا لازم تكون هي ترسبت داخل. أوكي. فالسمنة هذه ومعروفة السمنة هذه في آسيا، منطقة آسيا. صحيح. علشان كذي في الحقيقة في وايد دراسات تقول إن إذا أنت من آسيا ومعدل كتلة الجسم مثلاً خلينا نقول 31 يعاملونك معاملة الأوروبي اللي معدل كتلة الجسم عنده 36. ليش؟ لأن السمنة في آسيا تركيزها في منطقة البطن، وكون إن هي في منطقة البطن معناها هي داشة على أحشاء البطن، ومثل ما قلت هذه هي السمنة الخطرة اللي تسبب السكر والأمراض الثانية. صحيح. يكون نادر يعني شخص يعني مثلا، وبعدين هي تبين احيانا من سماكة جلدة البطن. اذا يعني في هي تبين الجلدة ما هي سميكة وايد، ولكن ما شاء الله البطن منفوخة. فهذا معناه هذا الدهون داخل البطن وليست في الجلدة. دكتور، في بعض الناس مثل ما عندنا نوعين من السمنة، السمنة الوسطية والسمنة اللي تكون على الأرداف اللي هو التفاحة والكمثرى، منو أفضل يعني إذا يعني صحيا؟ هل السمنة الوسطية أو السمنة اللي موجودة على الأرداف؟ لا طبعا اللي على الأرداف صحيا يعني قد تكون مضر أقل من اللي في الأحشاء الداخلية. السمنة كل ما كانت في الأحشاء الداخلية ناحية الكبد والفزرة مثل ما ما تفضلتي، خطورتها أكثر من السمنة اللي تكون موجودة في الأطراف. أي نعم. دكتور، أنا دائما السؤال اللي يجينا إنه في أكل معين يشيل مثلا السمنة المتركزة بمكان واحد؟ طبعا هذا إجابته لا ما في. زين دكتور، أنت بما أنك مثلا جراح وجراح سمنة ومناظير، هل إذا يالك شخص وزنه وايد زين وما عنده مثلا صحته زينه، بس عنده مثلا بعض التكتلات الدهنيه مثلا خلينا نقول بالاجناب، لانه وايد موجوده ما نبي نقول الكرش، هل مثلا ومارس رياضه وعندك انت ثقه ان هذا الشخص مارس رياضه بس عنده التكتلات، هل تنصحه انه مثلا ممكن ومضايقينه وايد انه ممكن يسوي لها تجميل مثلا، شفط هذه الدهون بالتجميل؟ هو طبعا هني اي مجال يعني الجراحات التجميلية، يعني طالما المريض ما عنده سمنة مفرطة كمعدل كتلة جسم ولكن مثل ما تفضلتي في تركمات دهنية بأماكن معينة، هني يكون مجال لجراحة التجميل سواء كان عن طريق الشفط او عن طريق إذابة بالليزر وما شابه ذلك. فإن ما في منها أي مشكلة، لأن لا لا يعني لا طبعا هذا شيء تجميلي، وطبعا هذا من حق المريض أنه يلجأ له يعني، ولكن إحنا اللي ضده أن أي مريض عنده سمنة مفرطة معدل كتلة الجسم يكون 50 أو فوق، يكون عنده سكر، يكون عنده ضغط، يكون عنده مشاكل بالتنفس، وللأسف مثلا يتم إجراء شوية شفط مني وشفط منك وشفط مني، هذا ما راح يفيدك أنت. صحيح. فيزيولوجيا ولا راح حتى يعني أنت مهما شفط ما راح تقدر تشفط 50 كيلو ولا أو 40 كيلو، ولكن بعض المرضى للأسف أيضا ما يكون يعني مطلع اطلاع كافي فيتوقع أن أنا إذا سحبت الدهن مني وسحبت الدهن مني راح أحسن وضعي الفيزيولوجي. دكتور، أنا ودي أشكرك على وجودك معي، بس بالنهاية أبي تعطي نصيحة للمشاهدين على أساس أنه شنو أفضل شيء يسوونه لما يكون عندهم سمنة. طبعا هو في الحقيقة إحنا نقول السمنة هو مرض وهو ابتلاء، لازم احنا نحاسب نفسنا على السمنة، يعني ما في انسان يصحى من النوم يلقى نفسه صار عنده سمنة مفرطة. صح. فالانسان اللي يوصل الى وزن السمنة المفرطة لازم يكون هو الى حد ما يكون عنده شعور داخلي انا مسؤول عن الوزن هذا. طبعا ما في اي مانع من ان الانسان يعني يلجأ الى علاج السمنة سواء كان العلاجات التحفظية والتغليدية الحمية الغذائية وما شابه ذلك، وما في أي غبار أن الإنسان يتجه إلى التدخل الجراحي سواء كان تكميم، تحزيم، بلون، أي نوع من التدخلات الجراحية اللي راح تساعدك في النزول في الوزن باتخاذ طبعا نصيحة المختص في هذا المجال. ويجب إحنا أيضا توعية تصير عندنا بالمجتمع للسمنة المفرطة خاصة في سن الأطفال، يعني صحيح. في الحقيقة مؤشر جدا خطر في كل دولة، وعندنا أيضا بالكويت هي سمنة الأطفال وسمنة الآن أعمارهم بين 12 و18 سنة، لأن هذيل إن شاء الله بالمستقبل بعد 10-20 سنة هم اللي راح يكونون الميدل ايج يعني،
وللأسف كل الدراسات معظم الدراسات أثبتت أن هذيلة راح يصير عندك أنت مجتمع بالمستقبل مجتمع مريض عنده سكر وعنده ضغط وعنده. فلازم إحنا في الحقيقة عن طريق التوعية الاجتماعية التوعية في المدارس التوعيات هذه نحاول أن نحارب السمنة مع بعض من العمر الصغير من العمر الصغير صحيح. من العادات الغذائية أمسك الياهل مو كل ساعة كاكاو حلاو كاكاو حلاو لازم أكون حذر لأن أنا مسؤول عن السمنة أنا صحيح. كولي أمر مسؤول عن السمنة عند الطفل هذا. دكتور خالد الشرف أشكر وجودك معي استفدنا وايد من المعلومات اللي أعطيتنا إياها وشكرا لك وإن شاء الله نستضيفك بحلقات ثانية إن شاء الله. مشاهدينا أتمنى منكم أن تكونون استفدتوا من حلقتنا اليوم واستمتعتوا بكل المعلومات اللي أعطانا إياها دكتور خالد الشرف استشاري الجراحة العامة وجراحة الجهاز الهضمي والسمنة المفرطة والمناظير. أمسيكم على خير ونشوفكم إن شاء الله بالحلقات القادمة ومع السلامة.